الحمد لله. طيب الموسم كان صعب يا كابتن زي ما بتقول، ويمكن زحمة مباريات كتير، وبنتكلم كمان على موسم جديد هيبدأ خلاص يوم الأحد اللي جاي، أول ماتش للأهلي في الدوري، ومع ذلك النادي الأهلي محقق الثلاثية وإن شاء الله تبقى الخماسية، شفت ده إزاي؟ بصي، دي حاجة مش جديدة على النادي الأهلي. يعني خلينا نبقى بنتكلم بواقعية. يعني انت لما تسألي اي واحد اهلاوي يقول لك ده طبيعي، خلاص ينسي اللي فات بقى ونركز في البطولة بتاعت يوم 18 اللي جاية دي ان شاء الله. فدي حاجة مش جديدة على النادي الاهلي يا سارة، زي ما بقول لك. فاحنا على طول النادي الاهلي معودنا، النادي الاهلي بالناس اللي موجودة بتبقى متواجدة في النادي الاهلي، في المنظومة اللي في النادي الاهلي، لازم احنا حتى الجمهور بيطلب على طول البطولات، احنا مركزين في البطولات، احنا مش بنركز في الاداء، مش بنركز في الامور التانية دي خالص. فاحنا مركزين كل شويه، احنا مش بنشبع، عايزين بطولات كل شويه. اكيد. طب خليني اسالك على الصفقات الجديده للنادي الاهلي، مش بس عوده المعارين واللي اكيد فارق جدا، واكيد القايمه دلوقتي افضل من قبل كده بكتير، يعني احنا دلوقتي الحمد لله عندنا فريق قوي ودكه قويه ان شاء الله، بس عايز اسالك مثلا من البدايه كده، شايف ازاي بدر بانون يمكن لعب مباراه الكاس النهائيه وكان يعني حد واثق في نفسه جدا، كان حد في الملعب، مفيش ميس باسز يا كابتن، اللاعب كان قوي يعني في الملعب، لاعب قائد. عايز اعرف انت شايف الصفقه دي ازاي، شايف اللاعب ده ازاي؟ انا شايف بصراحه بدر بانون هيبقى اضافه للنادي الاهلي، لان هو مع موسوماني من اللعيبه اللي بتعرف تبني هجمه من تحت. فدي الفكر بتاع موسوماني، وهو كمان عنده القدرات ديت، عنده القدرات اللي هو يقدر ياخد الكوره ويطلع بيها لنص الملعب، يطلع بيها لقدام، يقدر. انت برضك لو كنت يعني انا كنت مركز معاه برضك في نهائي كاس مصر، الراجل لا بيعمل سرهات من ورا وبيعمل اسيستات، يعني الراجل لا عنده كوره وعنده كمان حريه، لو اداله حريه كمان اللي هو يطلع من ورا لقدام ويخلي حد يغطي عليه مثلا ايمن اشرف مثلا، فلا هيفرق معانا كتير جدا قدام. محمد طاهر، طاهر محمد طاهر، انا متنبأ لطاهر ان شاء الله اللي هو هيبقى صفقه ناجحه، وتحس اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، عنده روح، لفت الانظار من اول ما نزل، من اول دقيقه. فاتمنى له التوفيق يا رب، ويبقى عند حسن ظننا واحنا في ظهره ان شاء الله. اكيد طبعا. وبيكم بقى، اصل بيكم ابننا، يعني بيكم ابننا، يعني من ناشئين النادي الاهلي ومن الدفندرات اللي هي بتعرف تلعب كوره، وهو لعيب كوره كويس جدا. فنتمنى له التوفيق يا رب، ويبقوا كلهم عند حسن ظننا ان شاء الله، ويعملوا تاريخ يا رب لنفسهم في يا النادي رب ان الاهلي. شاء الله.